نعم، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تابعت باستياء كبير الهجمات الإرهابية ضد مواطنين أبرياء وضد مجموعة ديال العمال. مع كل الأسف المواثيق الدولية تدافع وتضمن الحق في الحياة، استهداف مجموعة من العمال الآسيويين الذين استشهدوا نتيجة هذا الحادث الإرهابي الذي لا يمكن أن نسميه جبان، يهدف إلى بث عدم الاستقرار في المنطقة، وهو تقف وراءه جهات معروفة بدعمها للحوثيين. ذلك لا يمكن إلا أن نعبر عن إدانتنا لهذا الحادث الإرهابي، ومن يوقف وراءه أكيد أن الموقف الرسمي كان موقفا سليما. نحن نتمنه وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضرب بيد من حديد على كل من يدعم الإرهاب وكل من يسعى إلى بث الحرب وعدم الاستقرار في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط.